العديد منا يحب الأسماك بشكل مختلف. هناك من يفضلها للأكل، وهنالك أيضا من يفضلها للزينة، وهنالك من يفضلها لأغراض أخرى. الوهلة الأولى تراها سمكة تسبح في الماء بطريقة طبيعية، لكن عند فحصها بدقة ستجد أنها روبوتا يشبه السمكة بشكل مدهش. شركة بويا الصينية طورت هذا الاختراع المثير ليبدو تماما كسمكة، سواء في الحركة والشكل وكل شيء آخر. لكن المميز هنا أنها مزودة بأجهزة استشعار وتحكم فريدة من نوعها، وتستطيع العمل بكامل طاقتها لمدة تصل إلى 8 ساعات تحت الماء. السمكة الآلية الصينية التي على شكل سمكة الأروانة بالمناسبة، وظيفتها الأساسية هي البحث العلمي والتعلم في البيئات البحرية. رغم ذلك لا يمكننا الجزم أنها قد تستخدم لأغراض أخرى، سواء كانت حربية جاسوسية، خاصة أنها تعمل بالذكاء الاصطناعي. السمكة أروبوت كانت مسار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض وساخر. البداية هنا كانت من نصيب توني، الذي قال بأن المشكلة الوحيدة في هذه السمكة أن أفراد الجيش الصيني سيحاولون أكلها. نذهب هنا إلى كارل الذي كتب بأن السمكة الدرون التي يملكها الجيش الصيني مدهشة، خاصة أنها تعمل بالذكاء الاصطناعي. وأخيرا ديفيد الذي قال بأن الجيش الصيني عرض هذه السمكة سمكة الدرون، وهذا يبدو خطيراً. مشاهدين، برأيكم هل قد تشكل مثل هذه الآليات المتطورة خطورة؟ شاركونا بأرائكم عبر صفحاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.